بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. الكانيبلز أو آكلي لحوم البشر هم نوع خاص جدا من القتلة المتسلسلين، فئة فريدة من نوعها من ناحية الهوس، الجنون أو حتى الانحراف أو الشذوذ. وبعيدا عن الأسباب وبغض النظر عن الدوافع اللي ممكن تكون لغاية النهاردة مجهولة جدا، في حاجة واحدة بس مشتركة بينهم بتميزهم عن غيرهم، وهي ان هم بيقتلوا بدافع ارضاء رغبه بشعه ومقززه، وهي اكل لحوم ضحاياهم. يعني ببساطه هم اشخاص تجردت قلوبهم من الرحمه والانسانيه، زي صاحب القصه دي جانج يونج مينج. جانج اتولد سنه 1956 في قريه صغيره في الصين اسمها نانمن في مقاطعه جيلينج او جيلينج. في الحقيقة هو ده الشيء الوحيد اللي اتذكر في السجلات عن طفولته، يعني مش معروف ازاي اصلا كانت حياته او ظروفه او حتى وضعه النفسي قبل حتى ما يتحول لقاتل متسلسل وكانيبل. لكن الشيء الاكيد ان اول جريمة ارتكبها كانت سنة 1979، وراح ضحيتها شاب، وما اكتفاش بقتله بس، لا ده كمان قطعه، واتكشفت جريمته قبل ما يلحق يخفي الجثة المتقطعة دي، وقبضت على الشرطة واتحكم عليه وقتها بالإعدام في نفس السنة. لكن تم تأجيل تنفيذ الإعدام لأسباب مجهولة، وبعدها فضل مسجون 18 سنة. وسنة 1997 وبالتحديد في سبتمبر حصل على عفو وتم إطلاق سراحه. ومش بس كده، الدولة صرفت له مبلغ شهري على شكل مساعدات مادية، بالإضافة إن هي ادته كمان قطعة أرض قريبة من قريته. وفي الفترة الأولى من خروج جانج من السجن فضل تحت مراقبة الشرطة عشان يتأكدوا من سلوكه وان هو مش هيرجع لإجرامه مرة تانية. وبعدها بفترة وقفوا المراقبة واعتبروه شخص عادي وطبيعي وما بيشكلش أي خطر على المجتمع. بس للأسف مش ده أبدا اللي حصل. هو ازاي شخص يرتكب جريمة بالفظاعة دي وعلى عمد ويعتبر ان هو مش خطير، او حتى انها كانت مجرد غلطة وراحت لحالها؟ بعدها بدأت حالات اختفاء الشباب والمراهقين الولاد تحديدا بتزيد، وكانت بلاغات الأهالي عن فقدان أولادهم في أقسام الشرطة كتيرة جدا، كانت بتزيد يوم بعد التاني. وكانوا كل الشهود متفقين على حاجة واحدة بس، وهي أن المفقودين تمت مشاهدتهم آخر مرة في مكان قريب من بيت جانج وبعدها اختفى. في الحقيقة رد فعل الشرطة كان عادي، لا بل أقل من العادي كمان، لأن المفروض بعد البلاغات الكتيرة دي وإفادات شهود العيان كانت أبسط حاجة ممكن تتعمل إن هو يتم استجواب جانج، يسألوه عن المفقودين دول أو لو كان له أي علاقة باختفائهم أو لأ، وبرضو استصدار مذكرة تفتيش لبيته وكتدبير احتياطي. طب بلاش كل ده، كان ممكن يترقب من تاني الفترة مثلا على الأقل عشان يقدروا يستبعدوه من دايرة المشتبه فيه. لكن الشرطة رفضت تعمل أي حاجة من اللي ذكرناها دي، وكانوا بيوهموا الأهالي إن أولادهم على الأغلب هربوا من بيوتهم لأي سبب من الأسباب، أو إن أي عصابة من عصابات تجار البشر خطفتهم عشان تشغلهم عن أعمال التنقيب في المناجم أو حتى في مصانع الطوب. أما الأهالي فكان موقفهم ضعيف جدا، لكن الجهة المعنية بالموضوع مش بتأدي واجباتها ومش مهتمة إنها تعرف مصير أولادهم. اليأس سيطر عليهم قدام حالة اللامبالاة اللي شايفينها من الشرطة، لدرجة ان جزء من الاهالي قرروا ان هم يعينوا ناس يراقبوهم، يعني ناس بالفلوس، وما كانش عندهم اي مانع خالص ان هم يصرفوا كل فلوسهم وشاع عمرهم مقابل ان هم يعرفوا مصير اولادهم او حتى يلاقوا جثثهم عشان يدفنوهم على الاقل، ده في حالة ان هم كانوا ماتوا يعني. بس للأسف موضوع الناس اللي مأجرينهم دول ما جابش نتيجة ابدا، ووصلوا لطريق مسدود. اما بالنسبة لعدد الشباب المفقودين فهو تجاوز 20 شخص، وكانوا كلهم في عمر المراهقة. والحد هنا خلينا نرجع لجانج تاني خلال الوقت ده عشان نعرف ايه اصلا اللي كان بيعمله بعد ما خرج من السجن، وايه علاقته بالمراهقين اللي اختفوا دول. جانج لقى لنفسه هواية جديدة، وبرضو نقدر نقول وظيفة جديدة، والهواية دي هي قتل الشباب، والوظيفة هي جزار متخصص في التجارة بلحوم البشر. جانج كان كل لما يشوف شاب أو مراهق قريب من بيته كان بيهجم عليه من ورا وبيخنقه باستخدام حزام جلدي. وأول لما الضحية دي تقطع النفس تبدأ المرحلة التانية، وهي اللي أفظع من القتل. جانج كان بيقطع الضحايا وبيفصل لحمهم عن عظمهم زي الجزارين المحترفين بالظبط،
وكان بيخلع عيونهم وبيحتفظ بيها كتذكار عشان يفضل فاكر جرايمه ومفتخر بيها، وبعدها كان بيحطها في أزايز كحول. أما لحم الضحايا فكان بياكل منه على قد حاجته، والباقي كان بياخده وبيروح للأسواق المحلية القريبة من قريته واللي بيتباع فيها اللحوم، وكان بيقدمه لهم على إن هو نوع لحم جديد وهو لحم النعام، وكانت الخدعة بتمشي عليهم وبيشتروه فعلا. لكن عارفين إيه الفكرة المرعبة في الموضوع ده؟ إن في احتمال كبير جدا يكونوا أهل الضحايا اشتروا من اللحوم دي وأكلوا ولادهم. فكرة مخيفة جدا ومؤلمة بجد. لكن بعدها كان جانج بيرجع البيت عنده بيحاول يتخلص من بقايا الجثث بعدة طرق، جزء منها بيأكله لكلابه، وجزء تاني بيحرقه أو بيدفنه في جنينة بيته، وجزء تالت كان بيقطعه على شكل شرائح وبيرش عليها ملح وبيعلقها على حطام بيته عشان تنشف ويقدر بعد كده يأكلها بعدين. أما بالنسبة للعظام، وبما إن حجمها كبير فده صعب عليه عملية التخلص منها، وأجبره إن هو يبتكر طريقة جديدة، وهي إن هو يحطها في كياس الزبالة البلاستيكية ويعلقها على شبابيك بيته من برة، وكانت بتفضل كده متعلقة في الشمس والهواء لحد لما يختفي أثر الدم والريحة وبتنشف، ويبقى أسهل عليه بعدها إن هو يكسرها أو يحرقها. والجيران طبعا شافوا الأكياس دي وكان في أجزاء من العظام باينة من خلالها وبلغوا الشرطة، بس طبعا وكالعادة الشرطة تجاهلت الموضوع ده خالص، وفضلت الأمور على ما هي عليه، وفضل عدد المفقودين يزيد ويزيد ويزيد لغاية لما وصلوا من 6 أو 7 شباب خلال 15 شهر بس، يعني تقريبا بمعدل شخص مفقود كل شهرين، لحد لما حصلت حادثة غريبة خلت الأنظار كلها تتجه للجانج. اللي حصل إن في ولد عمره 17 سنة كان معدي جنب بيته، ولما شافه جانج خرج بسرعة عشان يقتله، وأول لما وقف وراه ولف الحزام على رقبته الشاب ده فضل يصرخ، كان بيستنجد بالناس بيحاول يقاوم بكل قوته، لحد لما سمعوا الفلاحين اللي كانوا ساعتها شغالين عند أرض واحد من الناس وجريوا عشان ينقذوه. في الوقت ده جانج خاف، اتوتر من صراخ الولد، فك الحزام اللي كان على رقبته وسابه هرب. ولما وصلوا الفلاحين وحكى لهم الشاب ده على اللي حصل، طلبوا الشرطة وبلغوهم عن محاولة القتل دي، وفعلا حضرت الشرطة واستجوبت جانج وأخدت أقواله، لكنه طبعا أنكر اللي عمله، قال لهم ببساطة إن هو كان بيهزر مع الولد وما كانش قاصد يأذيه أبدا بأي شكل من الأشكال. والغريب إن الشرطة ما عملتش أي حاجة، دول كانوا زي المتخدرين أو المغيبين عن الواقع، وسابوا جانج حر طليق للمرة التانية، وأقنعوا الناس إن هو كان بيهزر وهو مجرد شخص بسيط جدا، لا بل عبيط كمان ومفيش منه أي ضرر ولا خوف أبدا. بس الحادثة دي فتحت عيون الأهالي أكتر على جانج، وبدأوا يراقبوه ويحاولوا يكتشفوا أي حاجة عنده، كمان يشوفوا أي تصرف غريب يصدر منه، وانتظارهم مطلش كتير لأن جانج بقى مدمن على العنف والقتل، بقى بيتلذذ باللحم البشري. ضرب ضربة جديدة وبالتحديد في إبريل سنة 2012، والمرة دي الضحية كان عمره 19 سنة واسمه هاني أو، وده اختفى برضه زي اللي سبقوه. ولما أهله بدأوا يدوروا عليه كانوا كل لما يسألوا أي حد عنه يقول لهم إن هو آخر مرة شافه كان قريب من بيت جان، لغاية مشكوك الناس اتأكدت أكتر وشافوا كياس جديدة متعلقة بره بيته وكان واضح إن فيها عظام بشرية. وهنا اتجمعوا كل الفلاحين وأهالي المفقودين وراحوا لقسم الشرطة وبلغوا عن اللي شافوه. طب تفتكر الشرطة عملت حاجة المرة دي؟ للأسف لا، الشرطة فضلت مصرة إن جانج ده شخص عبيط ومريض عقليا وبعيد كل البعد عن الشبهات دي، بس مقابل إصرارهم ده كان إصرار الأهالي أكبر وأكبر، وقرروا إن هم ما يفضلوش ساكتين أبدا أكتر من كده، وطلبوا باعتقال جانج. وبعد مماطلة الشرطة لمدة شهر أو أكتر كمان استسلموا أخيرا ورضخوا لطلب الأهالي، وخاصة إن وسائل الإعلام اهتمت كتير بالموضوع ده وبقى حديث البلد كلها. وساعتها بس بعتت وزارة الأمن العام الصينية فريق متخصص من المحققين لمقاطعة جيلينج، وده عشان يستلموا القضية دي ويخففوا من ضغط الأهالي عليهم وكمان من وسائل الإعلام عليهم. وفعلا أصدرت الشرطة مذكرة أو إذن التفتيش لبيت جيلينج، وهناك لقوا أدلة كتير جدا بتدين وبتثبت التهمة عليه.
فاكرين شرائح اللحمة اللي كان بيعلقها على الحيطان عشان تنشف ويرجع ياكلها؟ دي مثلا كانت واحدة من الأدلة على جرائمه، ده غير العيون اللي لقوها محفوظة في عزاز الكحول، والعظم، العظم والبقايا البشرية اللي كانت كتيرة جدا وموجودة في أكياس بلاستيكية وكانت متعلقة برا البيت. أما الجنينة بقى فحدث ولا حرج، دول لقوا فيها عظام مدفونة وأطراف متقطعة، منها اللي كان متكسر ومنها كمان اللي كان محروق جزئيا، ولقوا كمان في أوضة جانج أغراضه ممتلكات شخصية لآخر ضحية واللي كان لسه ملحقش إنه يتخلص منها، زي الفيزا كارد، البطاقة الشخصية بتاعته، شريحة الموبايل. وساعتها وضحت الرؤية قدام المحققين أخيرا واعتقلوا جانج، ولأن كل الأدلة دي كانت بتشير عليه وبتدينه فهو ما أنكرش أبدا، واعترف مباشرة بالجرائم اللي ارتكبها، وقال إن هو قتل 11 مراهق بين مارس 2008 لغاية إبريل 2012، وحكى للمحققين إزاي كان بيخنق ضحاياه وإزاي كان بيقطعهم وبيأكله هو وكلابهم من لحمهم. وكان أفظع اعتراف لي حكاية هو عن بيع لحومهم على أساس إن هي لحم نعام، وإزاي فضل مستمر على الحال ده لسنين وسنين من غير ما حد يشك فيه أو حتى يوجه له أي اتهام. وخلال التحقيق تم استجوابه عن باقي المفقودين اللي مفترض ان عددهم الاجمالي كان بيتجاوز 20 شخص، لكنه انكر معرفته بيهم او حتى بمصيرهم. جانج اتقدم للمحاكمه وكان في قمه الهدوء، محاولش حتى ان هو يدافع عن نفسه، وبرضه رفض ان هو يعتذر لاهالي الضحايا عن اللي عمله ده، ما اظهرش اي اسف او اي ندم على جرائمه الشيطانيه دي، وكانه ما عملش اي حاجه غلط. وفي النهاية اتحكم عليه بالإعدام وتنفذ الحكم ده فيه بعد كام شهر، بالتحديد في 10 يناير سنة 2013. لكن مش هو الوحيد اللي تعاقب، لأنه لولا تقصير عناصر الشرطة ما كانش قدر يرتكب كل الجرائم دي، ولو بس كان تم استجوابه أو حتى تفتش بيته ولو لمرة واحدة كانوا لقوا بلاوي عليه، وكانت الناس ارتاحت من شره بدري بدري. وعشان كده تمت معاقبة 12 شخص من عناصر الشرطة بتهمة التقصير في أداء واجباتهم المهنية، وكان من ضمنهم أو من ضمن العناصر دول رئيس قسم الشرطة في القرية دي ورئيس شرطة المقاطعة كلها، ودول كانوا عقابهم أشد وأقصى لأنهم اتفصلوا من شغلهم. وفي الحقيقة قضية جانج كانت قضية مستفزة جدا، بس مش لفظاعة بقى جرائمه وأسوتها، ولا بس عشان الضحايا اللي كانوا لسه في بداية حياتهم وخسروها، لا مش عشان كده بس، لكنها كانت مستفزة بسبب إهمال الشرطة وتجاهلهم لشكاوي الأهالي ولكل الدلائل والإشارات اللي كانت واضحة جدا ومش محتاجة أي ذكاء خارق. والغريب أكتر أن أنتوا لو دخلتم على النت عشان تدوروا يعني أكتر عن ماضي جانج أو حتى عن القضية بشكل عام، مش هتلاقوا إلا القليل جدا من المعلومات، وكأن تم التعتيم على الخبر ده، وكأن في حد مصر إن هو يخفي التفاصيل لهدف مجهول. وحتى الصور يدوب هتلاقوا كام صورة لجانج لحظة القبض عليه وخلال جلسة المحاكمة وبس كده. في الصين وفي أي دولة في العالم سواء عربية أو أجنبية هتلاقي فيه تقصير من هنا أو من هنا، وهتلاقي فيه جرائم كتير. لو أنت عندك معلومة أو جريمة ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتات. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وتقرير النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة ريت ما تنساش تعمل لايك، تكتب كومنت، تعمل شير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.